Pahala berlipat ganda, tak ada yang lebih bahagia dari orang yang puasa. Meskipun lapar dahaga, tak pernah ia tergoda. Wadana wadana dana dana. Ibadah berpuasa menambah iman dan takwa. Banyaklah juga yang berkata kesehatan pun terjaga. Kepada orang yang tak punya kita pun merasa beriba. Oh bagaimanakah kiranya menahan lapar dahaga. Badana wadana dana dana. Badana wadana dana dana. Alangkah nikmatnya terasa saat menjelang berbuka.
Oh sungguh benarlah kiranya firman Allah yang kuasa. Setelah sebulan lamanya kita pun berhari raya. Itulah puncak bahagia bagi orang yang puasa. Wadana wadana dana dan wadana wadana dana dan wadana wadana dana dan wadana dana dana dan banyaklah hikmah dan nikmatnya bagi orang yang berpuasa. Thank you.
We'll be right back.
الجسم وسكت واستنثر لؤلؤا من نار جسم وسكت جسم وسكت وردا وأدت على العنب ببر برد وردا وأدت على العنب ببر برد الشاعر شلي شاطر ساهر قم ردود الحونة كملي وانا صابر والنفس محنونة كملي وانا صابر والنفس محنونة أسمع من السالي أدر والليالي لما يبيعوني كملي وانا صابر والنفس محنونة كملي وانا صابر والنفس
ويقول بطارق قم خيل البارك تلمع على ابونا كم لي وانا صابر والنفس محنونة والأرض له
دو طريب صوت يجلي الكدر من كل مسكون بالفكر والعود لما ضطريب والكف لا داعي هذا الأواد المنتظر صعب المصابيه الغرر كل من حضر يوما يطيب والكف لا داعي هذا العواد المنتظر صاف المصابيح البرر كل من حضر يوما يطيب والكف لا داعي يا حيا بمن جاء للسمر وبالذين هو حذر يستخفي وعده ما يعيب والكف لا داعي يا غريب حيا بمن جاء للسمر وبالذين هو حذر يستخفي وعده ما يعيب والكف لا داعي يا غريب تمد للنظر صلوا على خير البشر المصطفى طه الحبيب والكف لا داعي يا غريب يلي تمد للنظر صلوا على خير البشر المصطفى طه الحبيب والكف لا داعي يا غريب حضرموت افرحي كل بسر باه وحل ليالي الميلاد